زي كفن تبع الموجة. معنا مباشرة من نيويورك الفنانة التونسية أمال المثلوثي. مساء الخير، مرحبا بك على موزايك. عسلامة. مرحبا بك على موزايك. انت نورمالمون نقول لك مش مساء الخير، قايلة طبعا عندكم يظهر لي شوية. تبرد العشية. بدات تبرد شوية العشية. أمال مرحبا بك على موزايك، فرحانين نكون معنا برشا. عايشك حتينا، فرحانة برشا. أمال، كان قدمك مثلا نقدمك فنانة الثورة، مازلت تقبلها وإلا لا؟ بالطبيعة نقبلها، خاطر فنانة الثورة بصفة عامة، أي ثورة. لكن بالنسبة لتونس، الثورة الثقافية والثورة الفكرية والثورة التونسية والثورة التونسية نتاع البارح ونتاع اليوم ونتاع غدوة. يعني ديما تقعد ديما الفنانة الثورية يونيك معناها في الجانر بتاعها. تنجم تقول. مؤخرا استقريت في فرنسا ولا بين امريكا وفرنسا تمشي وتجي؟ نمشي ونجي. فرنسا خاطر غاديك البدايات نتاعي، وديما معناتها عندي دي بارتنير وخدمة، دونك فوالا جيساي باش نقعد بين الاثنين. ما بين البينين. اليوم الانتاج بالنسبة لك انت اسهل برشا في فرنسا ولا في امريكا من الناحية الموسيقية؟ من الناحية الفكرية نحس روحي مرتاحة أكثر في نيويورك، واللي كولابوراتور وتريست نتاعي موجودين لهنا، وحتى معناتها شوية كل في العالم. لكن أنا نحس معناتها الكرياتيفيتي نتاعي حرة أكثر كي نبدأ في نيويورك. وفي باريس فما يعني الكمام أكبر جمهور عندي، وصحابي الفنانين. سامحني أمال، دخلتك هيك مباشرة أن أنا بديت نسأل في الأسئلة والثورية وكذا وما قلتلكش مبروك. عايش. مبروك من زادك. مبروك من زادك البامبينو الثاني. يعيش البامبينو الثاني سيء. وليد. أي وليد. أنت أسامي الأغاني متاعك ديما سبيسيال، اسم ولدك الثاني سبيسيال ولا؟ أي ديما لازم. شو اسمه؟ اسمه زولا، سميته على الكاتب إميل زولا. زولا اسمه زولا. يطلع... ربي فضله لك، تربى في عزك. ربي تربى في عزك. بعد شوية باش نحكي معاك على أمال أون تور، لكن التور هذه باش تكون ألبوم ذا تونس دايريز، هكا ولا؟ إيه. ألبوم هذه خرج نهار 23 أكتوبر 2020. لما حال اليوم نجم نقول أنت محظوظة أمال، خاطرك تعيش البرة نجم تخرج ألبوم؟ والله ما فما، بتبيع فما برشا حظ خاصة في الدومين متاعنا، وفما برشا خدمة. ما نعرفش كان أنا محظوظة، خاطر ديما نخدم. يعني ما فماش حاجة تصير لي أنا ما خدمتش عليها. زي سي سيغي سيغتا. لو كان كي قعدت في الكونفينمون عمي وكنت في تونس، حسيت يعني تعطشت باش نبدا نلعب مزيكا ونسجل. دونك وحدي هكاك يعني سجلت دي شانسون، هما دي ريبريز نتاع اغاني نتاعي، خديتهم دو فاسون اكوستيك. هذا بعد خاطر كي عملت دي لايف على الفيسبوك والانستغرام، الدوموند تاع البوبليك كانت كبيره برشا، دونك قررت باش نسجلهم لي لايف هذوما. بعد فوالا، بعد كي روحت نيويورك، حسيت انه لي زوجيتوم فيهم برشا فوندو، فيهم برشا حب، وبرشا حسيتهم سبيسيال برشا. دونك قررت باش نخرجوا الالبوم. بصراحه ما كنتش نتوقع باش تكون فما الرياكسيون بوزيتيف كيما هكا عند الجمهور، كسوسوا في تونس ولا في فرنسا ولا أيوه. دونك فوالا، معناتها جيت حاجة من خدمة، والحمد لله اللي الجمهور يتبع. نجم نعتبره أنه غناية حلم هي العرسة الصحيحة متاع الألبوم هذايا؟ كي تسأل أي فنان ديما معناتها مش بش يقول لك فما غناية عرسة صحيحة، خاطر ديما بدأوا أتشي البرشة
أغاني بيانو برشا تسجيلات مي سي سيغ خاطر حلم وقتها أول ما هكا سجلت فيديو توت سامبل جيتار فوا بالتليفون حطيتها على تويتر من غدوة نقها وصلت 150,000 فيو دونك واليوم واليوم 6,200,000 مشاهدة على يوتيوب فوالا واللي 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 اكبر من هذيك انه على الانستغرام فريمون فماش نهار يتعدى وفماش كون يعمل لها اون فيرسيون دايور تحيه كبيره برشا للي جون توينسا بنات ولاد يغنيوا في حلم بالجيتار بالعود فريمون معناتها من انحاء العالم الكل اللي يسجل اللي يعمل هكا اون فيديو في الناتور اللي غني اللي يعزفها انسترومنتال في حاجه مزينه برشا. انوش شيرافان روحاني شنو يعني لك الاسم هذايا؟ دونك انوش شيرافان ان فيت انا هي اصل اغنيه حلم كنت باش نغنيها في فيلم فرنساوي اسمه لي زيرونديل دو كابول دونك بعثوا لي ان تي تيكستري وحابوني نكتب تيكست بالعربي بعد سجلت وكل الفيلم ما عجبنيش دونك قررت باش ما حبيتش نشارك فيه وبعد هما حطوا الاكتري نتاع الاغنيه هي اصلها اسمها سلطان قلبها دونك انا قلت علاش نحطها في الفيلم وقت الكونفينمون زدت كتبت تيكست كملت تيكست الكل وكتبت يعني على موضوع أنا اللي هو الحلم واللي هو معناتها ديما لو كونتراست ما بين ليسبوار وديزيسبوار ما بين لومبر و لا لينيير اما حبيت نخرجها دو مانيير اوفيسيال دونك كلمت انو شيرافان هو الكومبوزيتور اوريجينال وبالعمل يعني فيقته اللي هما استعملوا الميوزيك نتاعو في فيلم غير ما غير الاوتوريزاسيون نتاعو دونك ولينا صحاب برشا داكور فوالا وان شاء الله ان شاء الله بلك شي نعملوا دوت شانسون بعضنا وعجبته برشا برشا الفيرسيون نتاعي وفرح خاطر الاغنيه مع تعاودت تولدت من جديد حتى برشا ايرانيين يقولوا لي كيفاش يعني الاغنيه خديتها ولاو معناتها مغرومين اكثر بالفيرسيون الجديده اللي بالعربي كل الفيرسيون القديمه الاصليه هي القديمه هي لهنا تعامل مع ملحن كما الملحن أروشي رافان روحاني خناتي حتى لمحة سادة مستمعين هو ملحن معروف إيراني مسيرته فنية بدأت عام 63 ثقافة موسيقية ممزوجة ما بين الأصل الإيراني وما بين الثقافة الغربية بما أنه كان مستقر ما بين لوس أنجلوس وباريس وبرشة دول أخرى وحتى في ألمانيا زدمشي هذا بالنسبة للملحن دونك هو ختم كان لغنية هذيك كهوة بالنسبة للألبوم دونك انو شيرافان هو الاغنيه هذه اسمها اصلها سلطان قلبها موجوده في فيلم اسمه زيد يظهر لي سلطان قلبها من 1968 داكو دونك بعد انا بعد ما سجلت الاغنيه وعملت الفيرسيون وقتها اتصلت بيه باش ناخذ لوتوريزاسيون نتاعو باش معناتها نخرج الفيلم فوالا هو تبارك الله توا يظهر لي عمره فوق 80 فوق 84 يظهر لي حاجه كيما هكا تكلمنا برشا بسكايب وديريكت بدا يلعب لي في دي كومبوزيسيون يقول لي شقاول لك اللي تعجبك اللي ما تعجبكش فريمون انسان ياسر طياره ما هو انسان عنده اكسبيريونس يعني بارك الله معناه ما شاء الله مسيره مهنيه قويه وقيه برشا حلم ملقيت في كل يوم ليبرتا برنسلس ميلانكولي من روح ظالم everywhere we looked was burning سلم something in the way كيف سبث هكا باري سبث كيف every you and every me arrivals الاغنيه arrivals اللي هي اغنيه كفر متاع system of a down اي دونك فيت انا الكونفينمون عمي كنت في الدار اللي كبرت فيها الدار اللي بديت هكا بدايتي نتاع بديت نغني وكل شيء دونك اون فيت جي ريفيزيتي شويه معناتها الباركور نتاعي الكل دونك فكرت انا من الحاجات الاولانيين اللي عملتهم كنت في دون ان جروب دو ميتال
فوالا يجي تحية كبيرة للي مامبغو نتاع الجروب نتاعي كان يسمعوا فينا. دونك مغرومة برشا بسيستم اوف داون رامشتاين بلاسيبو, وفي نفس الوقت زاد فما دي روبريز نتاع ذا كرامبريز ليونارد كوين دافيد بوي. وزاد حبيت نعمل ان كلان دوي معناتها الهيريتاج نتاعي اللي تري ريش ما فماش يعني ما نحبش ديما ما نحبش شكون يحطني هكا خاطر خاصة كي تبدأ تنشط في الغرب وفي الأوروب وكل ديما عندهم إن أتونت شوية إكزوتيك هكي دونك أنا ديما نحب نوري فيراج أن بو بلو كومبلي معناتها في تونس مغرومين بالميتال مغرومين بالبروتستونغ مغرومين برشا حاجات اي فوالا. ومن شيرة الأخرى دونك هو الألبوم تونيس دايريز فيه جوغ وفيه مي دونك في النهار جي ريفيزيتي لي شونسون تاعي من ألبوم كلمتي حرة تعديو بألبوم إنسان حتى الألبوم Everywhere We Look Was Burning. هون بلوس بخلاف اللغة الإنجليزية واللغة الدارجة التونسية الدارجة في الألبوم استعملت زاد اللغة الألمانية بما أنه سمى أغنية اسمها Frühling in Paris كان مانيش غلط. هاي هذيك أغنية متاع رامشتاين أنا نحب برشا الجروب رامشتاين علاش على خاطر من الجروب من اللي جروب القليل اللي تشهروا في العالم الكل وهم يغنيوا بلغتهم وأنا معناتها عندي نفس الفحكوخ خاطر نغني بالعربي أي بلاصة مشيت لها معناتها لي دي ديرنيير زاني متاع الكاريير متاعي سورتو نغني بالعربي كون شي ألبوم الأخراني بالأنجلي دونك من قبل مغرومة بيهم وحبيت ولا نسجل الأغنية هذه وسورتو خاطر عملت بوكو دو تورني في ألمانيا وكنت ديما نختم بها ولا نحطها في الوسط اي سيتي لا سوربريز والجمهور معناتها ضحكهم شويه خاطر يقولوا كيفاش شنو الغولاسيون نتاعك انت والموسيقى نتاعك وغمش ورامشتاين دونك دونك فوالا سيتي ان بتي كلان دوي. أمال أنتور نحكيه على جولة عالمية أكثر تقريبا من 20 تقريبا 26 كونسير ما بين فرنسا اليابان الدنمارك مصر النرويج إسبانيا إيطاليا والسويد. الجولة دي باش تبدأ براتيكمون في سبتمبر وتوفى في مارس 2022. كيفاش الترتيب ساعة بالنسبة اللي كنت الناس اللي قاعدة تبع فيك خاطر ثم توانسة على جالية تونسية مقيمة بالخارج زاد يهمهم أمال مثلوثي وقتش باش تجيهم ديجا دونك الجولة باش تبدأ أول نهار بأنا بلاد دونك اولا في ايطاليا في كالياري ومن بعد في مونبلييه ومن بعد في فالنسيا في اسبانيا ومن بعد في فان اكتوبر فما الدنمارك فما ستوكهولم فما كوبنهاغ فما ستوكهولم فما انتويرب في بلجيكا دونك ان شاء الله ماذا بيا يجي الجيل الكل franchement ديما عندي une très très bonne un très bon souvenir des concerts qui jouent au Etihad العالم تاع تونس نفرح برشا معناتها يبدا لي كومباتريوت نتاعي موجودين في اي بلاصه وان شاء الله زاد يكونوا موجودين في اليابان خاطر اول مره باش نعمل تورني في اليابان تورني كبيره برشا اول مره اي اول مره زي سي لا بروميير فوا سي اون تورني قاعدين نخدموا عليها من 2018 احنا في تونس دابا انا زيت ليه انا في تونس دابا مازال ما نعرفوش على مهرجانات ولا ما انيوليت هو صحيح voilà donc très très mais je suis très 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 content de خاطر مغرومين برشا بالموسيقى نتاعي و ils ont fait des demandes حتى spécial خاطر انا مثلا معناتها جي في بلان شوز سي تري اكليكتيك الباركور تاعي دونك مثلا غنيت على الباب اللي غنيتها برشا سورتو في التورني تاع البوم كلمتي حره ثم اغاني من البومات اخرين استعملوا في التورني هذيا اي على دوموند دي 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 اورغانيزاتور جابوني يحبوا يسمعوا بالطبيعه كلمتي حره وعلى الباب وبين الوديان دونك عملوا هكا نظره باهيه برشا على الريبرتوار نتاعي. الارانجمون هو بيدو ولا باش تبدل فيه بالنسبه للتورني
دونك توني هذيا انا ديما نبدل من توني لتوني. توني هذيا باش يكون باش نكونوا معناتها باش يكون بلوتو اكوستيك دونك فيولونسيل كلافيي بيانو و جيتار الكتريك. حتى ديما نحب نعمل ميلونج معناتها بين الاكوستيك والالكترونيك. ممتاز. فوالا معناتها باش تكون حاجه تري مينيماليست. اي فوالا. المثير للاهتمام زاد امال انه لافيش نتاع امال انتور بالنسبه ليك انت كنت لابسه من عند ميزون عليا, يعني تحب ديما توصل زاد انه راهو التور التونسيه ديما موجوده حتى وانت لبرا. بيان سور انا وعزيزين الله يرحمه سي غراند ايستوار داميتي و فريمون معناتها ديما نتوحشوا برشا 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 وخلى بلاصتو على الاخر. دونك جو فو توجور لي روندر هوماج. دونك كل ما تبدا عندي تورني كل ما تبدا عندي مانيفيستاسيون والحاجه الباهيه سي كو ليكيب اللي قاعده بعد يعرفوا قداش كان عز الدين يحبني. دونك ديما عندي معناتها بلاصه سبيسيال معاهم ونشكر برشا منتصر عليا اللي ديما يكلها بيا بالكدا بالكدا وفرانشمون معناتها لاتوش نتاع عز الدين والكرياتيفيتي نتاعو نحس معناتها سي سكي مو فا لو ميو في خدمتي في موزيكتي في الاكسبرسيون نتاعي. ان شاء الله ربي يرحمه عزين عليا, انسان من طراز عالمي برشا وفرحانين معنا اسم كيما عزين عليا اليوم في عالم الموضه في عالم حتى البارفانات زاد بارفانات عزين عليا لازمكم تجربوا وتعملوا تطلعوا وتشوفوا تحصلوا مش تشوفوا. بون قبل ما نحكي على الجديد نتاعك بالنسبه للكولابوراسيون مع كود روج مثلا, تبعت اليوم الاحداث اللي صارت في تونس اليوم لا مش اليوم 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 كي يقولوا اليوم معناها البريود هذي لا لا كيكا متبع بالقدين خايفة ما حاجة سبيسيال صارت اليوم أفار الإلغاء على المهرجانات ثم شيء هكا هاو اللي لازم سي اون سيتوياسيون ان بو ديفيسيل دونك البريوريتي سي السونتي نتاع الناس. عندك موقف اليوم من القرارات اللي تم اتخاذها من قبل رئاسة الجمهورية مثلا كيم برشا فنانين اليوم عبروا على رأيهم عبروا على مساندتهم ثم اللي ما يتكلمش جملة ثم اللي تحفظ على رأيه أمل مثلوثي أنت وين في هذا؟ أنا كيما تعرفوني ديما موقفي واضح وأنا ديما نشجع كما قلت أنت الثورة. الناس خرجت للشارع خاطر فدت ديجا مع تبديو فما دي مانيفيستاسيون سورتو مني بار لا جونيس والحاجه اللي كيما بوكو توشي البيريود الاخرى اللي فما برشا اغاني تاعي عاودوا خرجوا في المانيفيستاسيون. دونك انا جو سوتيان ديما مع الشعب ديما لي موفمون بالنسبه ليا الشعب ما يخرج ويقول كلمته كان voilà وقت لي ما عادش فيها حد شيء. دونك سي تان تري بون با اللي صار بوليتيكمون ان شاء الله رخلي كيما نقولوا ديما اونتي سيستيم ميل اكاو انا يظهر لي تولدت هكاكا وتو سي تخو تاغ وتفاسو معناتها ازين حاجه في الدنيا هي انك تكون مع ديما مع الحقيقة ومع ال 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 كمان دير مع لي دوا هما هذيك أنا الحاجة اللي تخليني هكا موتيفي ومتفائلة خاطر ولا جاي إنكوز نخدم عليها. يعني اليوم أنا مالك نقول لك لخص لي مثلا تونس من نهارة الاستقلال لنهارة 25 جويلية اللي فات نجم نلخصه في كيف غناية حلم أو في غناية كلمتي حرة أو غناية تختارها أنت. صعيب برشا سؤالك. يظهر لي مش ناخذ لي سيجيستيون نتاعك بين كلمتي حره وبين حلم. دونك حلم هي كما كنت اقول بكري فيها شويه يعني تفاؤل وفي نفس الوقت فيها يعني الرياليتي نتاع لا تريست رياليتي اللي هي معناتها برشا الشعب ديما مسكين مهزوم وحالته تعبه لكن في نفس الوقت الشعب عنده كلمته وكي يخرج للشارع ولا لابد من القيد أن ينكسر.
دونك سي تا ميلونج نتاع كلمتي حره والقوه نتاع اراده الشعب ولو فيت دو غاردي اسبوار باش السيتواسيون تتبدل. نجم تخرج لنا مشاب مثلا ما بين كلمتي حره وغنيه حلم في الايام القادمه مثلا؟ قاعدة نفكر شوية. أنا ديما كل شيء نعم لازم يكون سبونتاني وخارج من القلب، يعني ما نحبش نركب حاجة هكا ما تركبش. ما عندي أفكار شفتو ليامات نقرأ برشا، رجعت نقرأ برشا في أبو القاسم الشابي وفرشمون الأشعار متاعه قال فيهم كل شيء، ومذبية اللحن بعض الأشعار نتاعو. بديت ديجا بديت ديجا على ألبوم جديد، يعني في الألبوم الجديد مش استعمل بيوت من الأبيات اللي عند أبو قاسم الشابي، باش تستعملهم في ألبومك الجديد؟ أبسوليمو. خاطر قرينين يعني كيف ما الناس كل في المكتب وكل، لكن جلي أن بو أبوندوني والبيريود الأخرانية فريمون معناتها بالنسبة ليا أقوى شاعر في العالم تو سامبلومون. ما نعرفش الكلام نتاعو ياسر يمسني. يمسك برشا الكلام نتاعو. معناها احنا توا الألبوم الجديد وقتاش نجم نشوف النور؟ وقتاش نعرفو يخرج بعد التور نتاعك؟ إن شاء الله باش نقول لك، يعني باش تكون أنت أول واحد. إن شاء الله مارس 2022. مارس 2022 ان شاء الله، زيد بمناسبه شهر المراه، خاطر الالبوم هذايا عملته 100% فيمينا، كله برودوي موزع، كله فيمينا. يعني مش نشوفوك في تونس كان بعد مارس 2022 بعد الالبوم. جوستمون مدينك تحكي على موضوع تونس، متغشى برشا لما حالة، يعني متغشى برشا على خط فما عندي جمهور مزين برشا وديما يتخيبوني أنا ما نحبش نجي لتونس وسي با فري. ماذا بيا نجي لتونس؟ ماذا بيا نكون حاضرة في المهرجانات ولا في أي يعني أي بلاصة في تونس؟ ما اتصل بك حتى أمال هكا، حتى مدير مهرجان، حتى إدارة مهرجان ما اتصلت بيك قالوا لك كمان حابوا يشوفوا في تونس؟ لا مالوغوزمون هذيك السيتواسيون من قبل، يعني فينالمون ما تبدل حتى شيء. ان شاء الله تاو تتبدل السيتواسيون، سورتو نحب نقول للناس اللي تسمعني وتحبني تحب موزيكتي، راني نحب نجي لتونس وراهو تورني كي تبدا ما فيهاش تونس ما تبداش تورني كومبليت. ولا يعني ماهوش اختياري وبوكوا با اي نيدي اي يعني اي تنظيمه نتاع اي حاجه اي حاجه تعمل ايفينمون خاص ولا عمومي. عيطوا الامال المثلوسي، يعني امال المثلوسي اللي مستحقه انه بعد الكارير هذيه، بعد الاغاني الناجحه نتاعك، بعد معناها لي تورني اللي تعمل فيهم في العالم، اليوم نلقاوك في فرنسا، في المانيا، في السويد، في اليابان، في ايطاليا وغيره، ما حتى حد ما نجم يخمم في امال المثلوسي بتكون موجوده في واحد من المهرجانات اسو بوين؟ اي فوالا. دونك السيتواسيون دايوغ اخر مره كتبت على الفيسبوك حاجه والناس هكا قالوا لي ليه ونحبوك ونستناو فيك في بلادنا وكل شيء، مي شاك فوا سي لا ميم شوز، يعني كي ننشر الفلاير نتاع التورني تلقى برشا بوان انتيغوغاسيون، علاش مش في تونس؟ وقتاش لتونس؟ وقتاش باش نفرحوا؟ رانا نحبوا نحضروا نبكي ونغنيو. دونك فوالا يفو ريبوندغ على دوموند دي بوبليك ان شاء الله. امال انا نقول لك ميرسي بوكو، يعطيك الصحه اللي كنت معنا اليوم. نعرف طولت عليك شويه التليفون، نخلي لك 30 ثانيه للجمهور اللي قاعد يسمع فيك كلمه اخيره كيما نقولوا عرفت فري ستايل، قولي اللي تحب. عايشك ميرسي بوكو هاك عطيتني شويه انت تيت فينيتر باش نحكي مع تونس، واجبنا هذا للناس اللي تسمع فيا. للناس اللي تسمع فيا نحييهم ونقول لهم غاردي اسبوار، وانتم عندكم تولي بوفوار، ولازم اللي
اللي باش يشد الجوفرنمون في تونس يسمو يسمع لي دوموند نتاع الشعب. ونحن موجودين كوم ارتيست باش نشجعوكم ونحطوا اليد في اليد مع بعضنا، وان شاء الله بلادنا تتعدى الازمه هذه ولازم تتعديها ان شاء الله. وان شاء الله تحيه تونس وكها. شكرا لك أمال، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو اللي كنت معنا اليوم. أمال المثوثي مباشرة من نيويورك، عندها أمال أنتور تغني بتكون فيها 26 حفلة موسيقية ما بين أوروبا ما بين أفريقيا، أيضا نحكيه على مصر، وأيضا بتكون في آسيا، أول مرة بتكون في اليابان. أمال كل التوفيق لك الفنانة التونسية أمال المثوثي اللي كانت معنا.